وتعيش رسميتك وتعيش وتعيش، لكن فعلا برامج الواقع تضيف للشاعر، تنقل لها نقله نوعيه. بس بس تضيف للشاعر على مستوى شخصيته، ولا برامج الواقع ما هي برامج مخصصه للشعر؟ ما هي مخصصه للشعر، هي تبرز جوانب من شخصيتك ما ابرزها الشعر، لانك انت كشاعر اول، انا قبل برنامج الواقع كان حدي بيني وبين الجمهور القصيده بس، تعد القصيده ومع السلامه. لكن الحين لا، انت ببرامج الواقع مطلوب منك جوانب من شخصيتك تظهرها للناس، طريقه المواضيع اللي انت تنتقيها وتتكلم عنها. فبرامج الواقع ما تضيف للشاعر كثر ما تضيف له على جانب الشخصي، يعني شخصيتك وطريقه كلامك وطريقه القائك. يا سلام، نبغيك تقهوى وتعطينا قصيده بعد. هذا خشمي ابشر الله بس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يقول من زهد يقول من زهد في زينة الدنيا يعزه رب عالي، ومن تعلق بالحياة الفانية نفسه ذليلة. يا بشر كفوا مطامعكم وخلوني الحال، يا العلا لو طالت دروبه فانا راعي طويلة، كل ما زدتوا علي الحمل زودت احتمالي، وكل ما قلتوا تشيله كيف قلت الله يشيله. لا تحدوني على الدنيا تراني راس مالي، يبدوي تخضه ايامه مثل خضة صميلة، في وجيه المقبلات العابسة يضحك عقالي، ضحكت اللي حيلته بالله ولا في ديه حيلة، كم تغنوا فيك واستثنوك يا الصدر الشمالي، وقحموك بحزن ما تجهل مداه ولا سبيله، يحسبونك ما تحس ويحسبونك ما تبالي، ويحسبونك سالم مرتاح وهمومك قليلة، لكن انت الحزن لو يوقع بجوفك من الصالي، تبتسم وتقول ليه يضيق من ربي وكيله، ما عليه وش تكدر بالزمان وش صفالي، المهم الحق ما ضيع جهته ولا دليله، عن إجابات تكدر خاطري يسكت سؤالي، ليه أنبش في جنوب النار وبجوفي فتيلة، تهت في صبح جلب من ذكرى الأيام الخوالي، نفحة من هالخليل يسج عن غيبة خليله، بس أنا ما سج عن غيبتك يا عمر المضالي، لو يسج مزبن المضيوم عن ذبحة دخيلة، التطرف في محبة، يقول التطرف في محبة ضحكتك شرط اعتدالي، والتسامح في سباي بضيقتك أكبر رذيلة، والله إنه ما يقل الحب ولو قل اتصالي، وعنك لو ببعد تقل واطي على جمر المليلة، وش بدور في بحر غيرك وانا غاية منالي، في سواحل عينك النجلة لها مية وسيلة، لا يعثرك الزعل عني تخطيه وتعالي، ليه اوقف في هجير الشوق ورموشك ظليلة، بالسنين اللي تمر الناس يا كثر الليالي، وش نقص منها أمانة لو سرقنا بس ليلة. سلام يا سلام الله يسلمك. الله يسلمك. يا سلام يا سلام. شوي حنا نسأل الشعراء، حنا طبعا في برنامج واقعي صح ولا لا؟ اي اوكي، يعني عادي الواحد يروح ويجي ما عنده مشاكل، على ما يجهزون الجهة اليمين علشان بوصل رسالة للجمهور العالم، نسامي